اخواني المشاهدين مشاهدي قناه ريفني تي في، ما زلنا معكم في مدينه الحسيمه ضمن يعني مصحوبين مع الوفد الهولندي، بحيث كيزور هذه المره لواحد مؤسسه اجتماعيه اللي هي مؤسسه المسنين، الرعايه الاجتماعيه ديال المسنين في مدينه الحسيمه. معنا المديره ديال هذه المؤسسه. السلام عليكم. السلام عليكم. ناديه ولد عمر، مديره مركز الرعايه الاجتماعيه للمسنين بالحسيمه. مؤسسه الرعايه الاجتماعيه اللي افتتحت الابواب ديالها في ماي 2021 من طرف سلمتها جمعيه المحسنين للمراه والمعاق والطفل والمسن، من طرف مبادره الوطنيه للتنميه البشريه. مؤسسه ديالنا الطاقه الاستيعابيه ديالها 60 مستفيد وام مستفيده، كتستقبل حالات ديال الناس اللي هما فضيه هشه، عندهم بزاف ديال الشروط باش انا المؤسسه كتستقبل هاد الحالات، من بينها من 60 سنه فما فوق. كنوفروا لهم من بين الامور اللي كتوفرها المؤسسه، الايواء، التغذيه والتطبيب والمواكبه. عندنا فئات هشه اللي كتحتاج ان رعايه طبيه، التغذيه، مواكبه اجتماعيه نفسيه، كيسهروا عليها اطر ديال المؤسسه واعضاء جمعيه المحسنين للمراه والمعاق والطفل والمسن، في شخص السيده زهرة بوعلام رئيستها، والسيد نور الدين البلوقي النائب ديالها، وباقي الاعضاء اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير، اضافه للناس ديالنا المحسنين سواء كانوا من الحسيمه او من خارج المدينه او من خارج المغرب. هذه فرصه كنشكر فيها اعضاء ديال الوفد الهولندي لانه فكر في هاد الناس، يعني من بين الاولويات ديالو انه يجي عندنا هنا المؤسسه، يتعرف علينا، يتعرف على المستفيدين والمستفيدات اللي عندنا في المؤسسه. النزلاء ديالنا او المستفيدين او المستفيدات يعني كيفضلوا هاد الانشطه، يعني كيحسوا براسهم انهم في وسط العائله، في وسط الناس ديالهم، ما كيحسوش بواحد العزله او بواحد، يعني عندهم شي فرق بينهم بحال راهم في الدار ديالهم، خصوصا ان اعضاء الجمعيه والناس ديال الاداره كتصر عليهم، مربيين ومربيات واداره ومساعد اجتماعي، يعني اي واحد كيدير المجهود ديالو باش هاد الناس ديالنا هذا ما يحسوش بواحد العزله او بواحد يعني التفرقه. نعم استاذه، من خلال يعني قبيله كنت كنشوف وسولت واحد المستفيد معكم، قال لي انا جيت من مدينه فاس، واش المركز ديالكم كيستقبل حتى الناس من خارج اقليم حسيمه؟ داك المستفيد خاصة اللي عندنا هنا أنا ونفاس، كان دخل في حملة شتاء 2018، قمنا بالإيواء ديالو، يعني باش ما يبقاش، يعني كتعرف يعني في فترة الشتاء يعني صعيب أنه يبقى على برا، وهذا يعني مفاش عندنا في الملفات ديالو بأنه مدينة فاس. غير هو اللي عندكم ولا عندكم الأغلبية من حسيمة؟ لا، أغلبية من حسيمة وما عندهم حتى معيل، وعندنا السيدة وحدة اللي هي من نادورة، هذيك حالة خاصة، يعني أنها في واحد اللحظة ما لقاوش، يعني ما كان الإيواء ديالها، واستقبلتها المؤسسة ديالنا، هذو ما عندنا على برا. أستاذة مديرة، ذكرنا بالاسم ديالك. نادية ولد عمر. نادية ولد عمر، كنشكرك على هذه الكلمة ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. آمين. شكرا لكم أنتم بزاف على حيت أنكم فكرتوا في الناس، وفكرت انكم ديروا زياره لنا، والمجهودات ديالكم انتم مشكورين على هذا العمل الجبار اللي كتقوموا به، والتحيه للجميع لاي خطوه دارها معنا في المؤسسه ديالنا. اذا كان ممكن تقدمي شي كلمه للمشاهدين الكرام اللي غيشاهدوا هذه الكلمه ديالك. بصفتي كمديره مؤسسه الرعايه الاجتماعيه ونيابه عن اطر مؤسسه الرعايه الاجتماعيه بالمسنين بالحسيمه وعن اعضاء الجمعيه، كنتقدم الشكر الجميل الجزيل للجميع، وكنقول لكم الابواب ديالنا مفتوحه للجميع، مرحبا بكم، داركم باش هاد الناس ما يحسوش باي عزله باي تفرقه، يعني مرحبا بكم في اي وقت، نحن وراهم الاشاره. بارك الله فيك استاذه، وكل التوفيق ان شاء الله في المهمه ديالك. اخواني المشاهدين، اخواتي المشاهدات، يعني مباشره معكم من هذا المركز الاجتماعي اللي كيقدم مجموعه الخدمات كما سمعتوا للناس المسنين هنا بمدينه الحسيمه. بقوا معنا، ما زلنا معكم في هذه التغطيه، بقوا معنا.
كنشكرهم بزاف لان لو سيدر نزرة الطابعة الثقافة نعرف نفرين، ولكن لو سيد على اساس نزار الخدمات الاجتماعية. يعني نشكرهم بزاف يعني كوليك ديالي اينو بالطلب، شكرا بزاف. تيريغ سعيد نيش تفوق سد حاكا ولا نيش تيريغ مرتاح، ولكن مراشي نجني راك يغوت جي نشي مليح طواح غصة ولا نيش ركب. أستي أستي هي دو دور أوتخات أنا هاي فرلابت هات إنستيتوت مت هات غفول دات ألا بوونس بلاي زي. Er wonen zijn of weduwe of nooit getrouwd geweest, celibatair of vrijgezel. Ja, vrijgezel, zeg je bijna niet van een oudere man of vrouw, maar nooit getrouwd geweest, laat ik het zo zeggen. Dus die hebben nooit kinderen gehad en mensen die eigenlijk hier hen komen bezoeken, dat zijn neven, achterneven, kennissen en of van buitenaf. Dan in huis worden geholpen. Oh, ik was aan het jammer kijken, maar niet aan het luisteren. Oh, ja, ik snap dat met die afleiding daar. Nee. Jouw jurk is zo mooi. Dank je. Of dat die mensen die hier dan zitten, die geen kinderen hebben, of dat dat komt omdat mensen die wel kinderen hebben, dat die dan bij hun kinderen... Ja, dat verhaal is verteld. Op het moment dat je kinderen hebt, is er een soort rolomkering. Je hebt jaren gezorgd voor je kinderen. Ze hebben mij echt alles gegeven. Wordt er dan ook wel eens, omdat het dan niet altijd zeg maar direct het netwerk is, maar misschien van buitenaf wat meer, ook wel eens voor hun iets georganiseerd? Om hun zeg maar als teken van dank in het zonnetje te zetten, om zoiets te zeggen? Er waren door in de Jolanda, ik ben met hen van Vanjinha. Gaas is de jaren meer in mijn einde. En dan met die wil meenemen. انا رحمتي قبل ما سمي لي راكم شي تنظم ما زيارات ني سي الطريقه اللي مخصص زياره الاقارب او الاقارب الاقارب لان روخا بنات ما روخا صبو ضوينس وواسطي ولدي هو واسبو مي سني ريجي زغاس تي يعني تزم دراس مثلا اجي والله غير قلنا قناص يوم الاهل والاقارب مثلا فهمت تنظم لنا خاص منين Thank you.
وسنتي هولندا هنا غنمشي للعائله ديال هولندا. Sa maman, son père, son coach est mort. Elle est tout seule. Oui, là, sa famille est morte. What? Elle habite déjà longtemps ici dans ce. Ok. واش عقاش بدا الطاسك من جدة بهذا؟ أنا شو عامر وغادي عام.
لكن كيف يبغى لغه بلا ما اميدوي بلا ما يحمد بلا ما يحمد يا عمي وصل يا عمي حسن الله يطول في العمر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عمي ممكن تقول اسمك؟ سي وصدار. الاسم ديالك اسمك؟ محمد سلمان. عمي محمد منين جيتي انت؟ فاس. مدينة فاس. شحال انت راك هنايا؟ عامين. أكثر. 3 سنين تقريبا قالوا لي مسؤولين. ربع سنين. شنو تيقولوا مسؤولين تقريبا ربع سنين. كيف عاملة المعاملة هنايا؟ والله زيد في يومهم. نعاون الناس وكثر خيرهم وخلف عليهم مغطين ومفرسين صبنا ما خصنا تا خير الحمد لله اللهم ولك الحمد خصنا غير الحمد ربي الحمد لله بنادم خصو يحمد الله الحمد لله وما واكلين شارب الله يزيدنا في اليوم في يومهم امين يا ربي العالمين الله يرحم اللي ولدوه امين يا ربي العالمين. شكون هادو معمل كتدعي على كل شيء مسؤولين كلشي على المسؤولين كلهم وين ما كاينه خير موجود كلشي موجود تساشيت علينا الحمد لله الحمد لله حنا غير الحمد لله الحمد لله مصبنا مغطيان ومفرشين الحمد لله عمي نتمنى لك الصحه ان شاء الله وطول العمر امين يزيد في بارك الله فيك الله يزيدنا في اليوم المحبين وفي الوطن الله ينصر الوطن وينصر المحبين بالله امين امين يا رب وين سر الوطن والمحبين لله. اعد قناه كيكم سويت مثلا مشاهدي قناه ريفن تي في بدا سنتين زيد الدين للحسيمه قال الوفد الهولندي يغنديوسين غندير للحسيمه ماني تمسكا يوفاندي حضان ثانيتين كي نشاط ونيتين اللي يعني غيجن الزياره تمقران ذاك المركز المسنين ثانيتين الاجتماعي ذاك ندير للحسيمه ماني نزرع زعما ديني غطس الشهادات نهار اكيد يجن وتشمثنا غير حضان كي نشاط. السلام عليكم. السلام عليكم ومثنا نتقاداشكم بزاف كنا كجمعيه الميرامار ديوان الوفد الهولندي غنغدا غريف تعرفون بزاف مناطق غنغدا ديال الحسيمه من بينهم ضلع عجزه اللي انت الاساس انه يعني ضلع عجزه ذاك المسنين وغاش نشي فاميليا سن وغاش نشي ثوان سن يعني تقيميش نحاشت انه تحسن ثني هذيك الشيء ما سنيش النشاط زراني ودان جديد من دم يعجب ذاك النشاط ونتين وزري الديني هولنديا واش مخزر الهولنديين عجب باش نشير حارني؟ الهولنديين كشي ناد فنين اسئله نسن نجاوب باش نشير الثقافه الامازيغيه اذا من غانا كيما حيا الدين انه ثنين مشي نجن السؤال انه قان خ خ خ واش تسند غاس العائله نشني كثقافه من غانا الدين ان نشي نطاشي الوالدين فهمت يعني الا ينمو غاشي قاع حباب قاع اذا من دي تسند غانا دي من يوفي السؤال نسن انتبه غاس بزاف الجواب نيوش الاستاذ انه نشين كدين وغنغشي نسمح كي الدين نسمح كي الوالدين من يقى واجب انه هو اللي اتي لي جن الوالدين كزياره شنو غنغشي وغنغشي من ما تسند عائله سلمى تقماس نشي نهار شي شنو غنغشي منينين شنو غندير تسند غدا العجل المسنين تسند وضان بارا فاعلين جمعويين تقاس نتين انشطه ينات كان في ناقه كيسندني موظفين نتين كيدا العجزه ثنين سيمان تنسن مع من ثنا مش شغل قاتني الوالدين يعني ثنين سيمان تنسن قرا نبقى شينينا من والدينا سمانين شي فاعلين جمعويين يعني زقنا قرا تسند تقنا كيسن انشطه يطقنا سن زياره وها تحس حنا انه زعما مخصقا يعني الاثنين يجي من خلال الاسئله واش محظاظ وتصنف الاسئله انسان مزيره ديال الترجمه ذو فهم شغل في الدين الفرق جار ذاك المغرب الاثنين كي هولندا دينيج الفرق ذا مقران انه شي ثقافه انا الاثنين هولنديين دينيج الفرق ذا مقران الاسئله التسريغ مترجمين نان دينيج الفرق هي مخي تواري يعني ماشي كيف المهم روخا يعني حاله اجتماعيه يخص يعني ضروري شي معامله كيسنس الحاله في النوم اثنين عاود غاسن حاله نسن نضن الاساس كل شيء انه اقد غنغر شنين ام الوالدين. ذكرنا واش مثلا غير اساس منهم؟ نيش قناه حسنه فاعله جمعويه نتين جمعيه ثقافيه للتراث الامازيغي بالحسيمه. انت قداش واش مثلا حسنيا نيد؟ حسنة انت قداش الكلمين وسيدي مغام التوفيق ان شاء الله. أرد أنت وديت مثلا غنكرون ومساكايا اللقاء وين الروبورتاج هذاكم 9 سنتين زي دار العجز الساد الدين الحسيمه ماني غنمساكا كيفهم كيجي الروبورتاج أرد أنت جاشهم كريمان أدرينا